معقول ما عم بتلاقي ابني؟ انت اونال صراف اوغلو، كيف ما عم تقدر تلاقي ابني؟ بس لو كان بدك كنت لقيته بدقيقة، لو كنت مستخدم معارفك حتى لو كان بآخر الدنيا رح تلاقي لأمير. ما رح عذب حالي وتحرى ورا ابنك اللي صاير مسؤول عن حاله هايسون. بس انت ما عم بتدور عليه ابننا وما عم بتدور عليه اونال، هالشي ابدا ما عاد طبيعي. خلاص بكفي هايسون، انت منتبهة على كل شي عم يعمله ابنك؟ يعني ابنك هلأ طبيعي؟ اول شي بيضرب صحفي وبعدها بيجي بيتهجم عليكي، مو بس هيك بيروح على محله وبيعمل خناقات هنيك، وبعدها كمان بيترك البيت. يعني انت ما بدك تدور عليه او حتى تورجيه انك مهتم فيه، ما هيك؟ امير هو اللي ترك البيت يا هايسون، وانت بتعرفي منيح ليش وشو سبب تصرفاته هاي. حتى انا شايف كوراي بيعرف، بس انا الوحيد اللي ما بعرف. ليش انا ما عندي اي فكره عن هذا الشيء اللي عم بيصير مع ابني بنوب؟ برايك هذا طبيعي؟ كوراي بيعرف؟ ايه بيعرف. انت شو يلي عم تخبي عني هايسون؟ ولك انت ما عملت اي شيء مشان تلاقيه لابننا. اذا بتريد لا تهرب من الموضوع اونال. هلا يا خالي هايسون، لكلارا مو كل مين خطر على باله يروح بيشتكي على ابوه بيعملها. انا سبق قلت لك انه اللي عم تعمليه مستحيل. ليش؟ الناس اللي بامريكا بيرفعوا دعوه حتى على الحجر اللي عندهم، نحن حقوقنا المدنيه منهاره. انا مشان هالسبب ما اخترت مهنه ابي. مين هذا ابنه للمحامي؟ شو بدك، محامي جديد؟ لا، بس إذا بيقدر إنه يساعدني بتمنى يكون محامي منيح. مظبوط، أنا ما بعرف بالقوانين، بس فيني أقدم مساعدة للمتضايقين وخاصة للمهضومين. ارجع لضيعتك يا بابا سنفور. يسلموا هاندا خاطرك. لكلارا خليني أتعرف عليها، كتير حبيتها لهالبنت. تتعرف عليها؟ قصدك كلارا؟ برأيي لا تفكر بهالشي أبدا. وليش بقى؟ لأنه هي ما بتحب الشباب العاديين، وخصوصا إذا كانوا صايعين مثلك أنت. يلا بخاطرك. عندك شي معلومات عن البنت يلي إجت لعند بابا؟ إيه طبعا. شو عم تساوي؟ شو عم ساوي؟ ما عم ساوي شي. كوراي؟ هاي خالي هايسون، رح روح افتح. وقفي وقفي، لا تفتحي الباب. المرة وضعها كتير صعب وبدها تسألني عن أمير وأنا ما بعرف عنه شي. كوراي افتح لي الباب. أنت شو اللي عم تقوله؟ كوراي أنت مو بالبيت؟ المرة وضعها صعب وبسبب كسلك ما سألت عنه وخجلان تعترف له بهالشي، وفوق هذا ما رح تفتح له الباب؟ هاندا إذا بتريدي. ليش عم تتهرب من الخالي هايسون؟ لأنه بصراحة ما عندي أي جواب إلها وكتير خجلان منها. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.